أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال رسائلكم على خدمة الواتساب أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. مع الملف الأول ونتحدث عن الخريجين والقمع المتواصل لهم بعد قمع تظاهرات حملة الشهادات العليا أمس في بغداد. تجدد القمع هذا اليوم من قبل قوات مكافحة الشغب في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، التي اعتلت بالضرب على المتظاهرين من المحاضرين والإداريين المطالبين بتوظيفهم في مشهد يبين عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب الخريجين وتعاملها بالعقلية الأمنية مع كل حراك شعبي ينادي بالمطالب. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في العراق من محافظة بابل. من الحلة إلى السماوة يتكرر نفس المشهد، لكن هذه المرة مع خريجي كليات التربية غير المحاضرين الذين تظاهروا أمام مبنى مجلس محافظة المثنى، حيث قمعتهم قوات مكافحة الشغب الحكومية قبل أن يتصدى لها المحاضرون بعد محاولتها إنهاء تظاهراتهم بالقوة. دعونا نتابع هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نبقى مع ملف ضرب الخريجين في المحافظات العراقية وننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث المشهد لا يختلف عن بابل وعن المثنى وعن المحافظات الأخرى، حيث تعاملت القوات الأمنية بعنف مفرط مع خريجي المعاهد النفطية وباقي الكليات المعتصمين أمام بوابة مصفى الناصرية في ذي قار. اعتقلت العشرات منهم في مقطع يبين حجم العنف المفرط بحق خريجي العراق من قبل القوات الحكومية. دعونا نشاهد هذا المقطع. من تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار أساليب العنف والضرب والاعتقال بحق متظاهري العراق بشكل عام ومتظاهري خريجي الجامعات العراقية بشكل خاص، نقرأ بعض التعليقات على منصة فيسبوك. منهم من قال كمصطفى جابر، قال حسبي الله ونعم الوكيل على حكومة أحزاب فاسدة تتحكم بالعراق وتقمع أصحاب الشهادات السلميين، صار سنة يتظاهرون بدون حلول. أحمد العراقي قال حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، هسه نريد نفتهم من المستفاد من هاي الفوضى، شباب أعاينها وخلص
ليش وشنو الغاية من الفوضى؟ يقول محمد، يقول مصطفى. أما محمد فقال الضابط من يتخرج من كلية عسكرية يحس بنفسه ابن الوطن، بس من يجيبونه يقول من الشارع ومن السجون ينطونه رتبة دمج، أتوقع كل شيء يطلع منه يقول تربية أحزاب مو تربية وطن. يقول الحمد لله على سلامة الخريجين الأبطال. عباس العراقي قال هاي اليوم الصبح يعني جيش يضرب بنات، والله عار هاي الدولة، ويقول عندي أمر، يعني أمر عنده على الفقير على الخريج، كاتل الحر وكاتل الجوع، والله العظيم ظلم. يقول الله ينتقم منهم. معنا اتصال من ذي قار محمد. اليوم يعني الكثير من الخريجين في المحافظات العراقية تعرضوا للضرب والقمع والاعتقال، ومنها أيضا ذي قار. لماذا يستمر هذا المسلسل، مسلسل قمع المتظاهرين الذين يطالبون بالتعيين، وهو من أبسط الحقوق التي ضمنتها القوانين والدساتير؟ تفضل محمد، مرحبا بك أخي العزيز. شكرا جزيلا لكم، تحياتنا المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا. الحقيقة الاستهتار والفوضى من قبل هذه الكتل والأحزاب وصل إلى يعني حد الطغيان، ووصل إلى تحريق حقيقة ثورة الشعب. نحن لم يعد لنا خيار سوى إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة بالكامل بعيدا عن الألقاب والمسميات. الحقيقة يعني نحن البلد الوحيد الذي يتمتع بهذه الخيرات، ونشاهد الخريجين في هذه الأجواء المقبعة هنا في الناصرية وهم يفتشون الأرض تحت عقبة هذه الأجواء. لذلك نحن نقول بأن هذا هدفنا الأول عندما خرجنا لساحات الاحتجاج، هو إسقاط هذه الكتل والأحزاب بقياداتها. لذلك الخريجين نحن نشاهد يوميا بأن العديد من الأميين الذين لا يمتلكون أي مؤهلات سياسية ولا حتى أخلاقية حقيقة، وهم يتمتعون بأعلى الرتب وبأعلى المناصب وبأفضل الأماكن في الوقت الذي الخبز الذي تعب وضحى بشيء من عمره وهو الآن أمام أبواب الجزائر وليس أحد فقط. يعني كيف نفسر هذا التناقض؟ كيف نفسر هذا التناقض بين من لا يقرأ وليس لديه شهادة بأنه يحصل على مناصب عليا، وبين الخريج أو حملة الدراسات العليا لا يجدون فرصة تعيين، وحتى وإن خرجوا بتظاهرات سلمية يقمعون ويضربون؟ كيف نفسر هذا التناقض؟ نفسر حقيقة لديها عدة تفسيرات، لكننا نقول بأن هذه الأحزاب وهذه الكتل قد انتشرت على أنها بعد أن المحتجين الراغبين لهذه العملية السياسية البائسة. هذه العملية السياسية التي جاءت من خلال المحتل، وهذه هي النتائج. لذلك نقول خلي يسمع الجميع، الكاظمية وقادة الكتل وكل قادة الكتل والأحزاب، نقول لهم بأن هذا الطغيان وهذا الاستهتار المقدس العراقي تحديدا الخريجين الذين ذهبت سنين من أعمارهم وهم يحاولون الحصول على الشهادة في سبيل التعيين. نحن نقول لكم بكل صراحة وليسمع كل مشاهديكم الكرام، نقول لهم أن هؤلاء الخريجين هم أبنائنا، هم أولادنا، ونحن حقيقة عندما يتعرض أي مواطن عراقي سواء كان في الشمال أو في المنطقة الغربية أو في الجنوب أو في كل مكان، هم هؤلاء أولادنا أبناء العراق الذي يحاول البحث من هذه الكتل والأحزاب الطائفية حقيقة تحاول تمزيق قادة الشعب العراقي. لذلك يا أخي الذي جرى اليوم في محاضرة اللقاء ما هو إلا نوع آخر من أنواع القمع والترهيب من أبنائنا الخريجين الذين سوف يسقطون هذه الصفقة الغاشمة وسوف يغيرون هذه المعادلة التي يحاول قادة الكتل والأحزاب من خلال مشاريعهم البائسة والفاسدة. يوم الأربعاء يتحدثون عن الأمن الغذائي، وفي يوم آخر يطرحون بعض الأسماء التي حقيقة تم كشف زيتها من خلال
هذه المشاريع والعناوين التعليميه. اخي العزيز اقول لك ولمشاهديكم الكرام بان الخريجين يعلمون جيدا بان هؤلاء الخريجين قد دفعوا سنوات طوال من اعمارهم في سبيل الحصول على الشهاده وهم الان في على ابواب دائره نفط ذي قار وابواب بعض الدوائر. والمشكله التي قدمهم لا يمتلك اي مؤهلات دراسيه ولا اي شهاده ولا اي موقع، كل ما في الأمر بينه وينتمي إلى هذه الكتل. نعم. ولا شكرا لك محمد من ذي قار كان معنا. معنا أبو حسن من واسط. أبو حسن، يعني استمرار قمع المتظاهرين الخريجين المطالبين بتوفير فرص العمل والوظائف من قبل القوات الأمنية، لماذا يستمر هذا المسلسل، مسلسل القمع، مسلسل العنف، مسلسل الاعتقال بحق تظاهرات سلمية فقط تطالب بتوفير وظائف؟ نعم أبو حسن. ألو. تفضل أبو حسن. أنا أريد أحكي لك على الدستور الغرته الأحزاب اللي جت على الدبابة. نعم. الدستور غره اللي جوا على الدبابة هذول بس يحكيهم، يعني ما غره الشعب العراقي من الجنوب للشمال. ما غره يصير الدستور العراقي، مو غره على الدبابة العامري والمالكي، ذولا دوات ايران، ذولا الخيار، ذولا الخانه والشعب باعوه. المالكي رجع هسه رجع انتخبوه، هو المالكي سوى بالموصل، هو سلم الموصل، هو الشعب العراقي ليه متى يوقع؟ الشعب العراقي مع الاسف يعني كان تطق جبهه، يعني اذا يطقون المهندس ويطقون العالم تعبان عن فتره ودارسه يطقونها ويمدونها بالشوارع. يا اخي هذول على مو ثوره عراقيه من الصغير للكبير من الشمال لهاي ما هذول عاميتهم ايران وعاميتهم الاحزاب الاولى، يعني مليني يا اخي والله العظيم. هسه احنا بالجنوب بالكوت، ها الله وكيل، نصف الشركه بصفنا ما يحيدونا، يعني وشركة عندنا 10 مطارات ما يقدرون يعينون، يعني ماكو مروه. الخام العامر هو العامر شني شيء هذا دويس المالك دويس هذا اللي ما يفارنهم 20 سنة شوية اللي كنت وراتهم يمشون. فوالله العظيم شعب العراق مسامح وبس يزور ما ينكع، يعني من الشعب العراقي اللي متى يزور ندي اللي متى والله مدينا. نعم. أنا أشكرك أبو حسن من واسط كان معنا. معنا اتصال آخر، حيدر من النجف. تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك والمستمعين وكادركم المبدع. أهلا وسهلا. الله يسلمك حبيب الإنسان. طبعا إلى تذكر يعني العام قبل سنة اتصلت بنفس البرنامج وكانت نفس المصيبة. نعم. من المحاضرين والخريجين والمواطنين ومصائب العراق التي لا تنتهي بسبب الحكم الرائج، حكم العمامة وحكم العدال وحكم القاضي. طبعا عزيزي اليوم احنا دارين، احنا ما نريد نسولف لا بالثورات ولا نقول الشعب شو وقت يثور ولا أمر. نعم. اليوم خلي نسولف من باب العاطفة الإنسانية، المبدأ، الغيرة. اليوم من اللي يسمح؟ أنت يا عزيزي بنتك إذا تضربها أو تصيح عليها ورا ساعة تكسر خاطرك تجي تراويها وتموتها. نعم. اليوم نشوف نسائنا وبناتنا وخواتنا بالشارع تنهان، ليش؟ تنضرب ليش؟ يتجاوزون عليهم بكلام يعني ما اقدر افهم ايش. واليوم ربما احد السامعين او المشاهدين يقول هذا يكذب. اليوم ما شاء الله منصات التواصل مليانه بهاي الفيديوهات. زين ليش هاي المصائب اللي جاي تصير على هذول المواطنين او على هاي الطلاب الخريجين المحاضرين وحتى على المواطن كذلك؟ نعم. هذا اللي خلص من عمره 20 وخلص من عمره 25 والبعض الظروف
خليته يتركه ويرجع يدرس 30 سنه خلصها ليش؟ بالتالي تعيين ما يتعين او يتعين بلا راتب. والله ليش المالكي وقيت الخزعلي وهادي العامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر ما مصافين؟ انا ايه مالتي بيهم؟ انتم ما مصافين براحتكم ذيك الصحراء وروح تعاقدوا هناك واللي ينتصر خليه يجي يحكم. صيروا مثل شو اسمه؟ ابو ليبيا كان يزعل على الحكم اقل الله سامع ياخذ بعرانه ويروح يقعد بالصحراء. انتم على طول واحد زعلان على الثاني، اخذوا عيونكم اخذوا حاشتكم وروحوا اقعدوا بالصحراء، اذا اجى واحد رضاكم وطاح عليكم وموتكم وقالكم رجعوا للحكم، رجعوا وحكموا باخص من هذا الحكم، واذا ما حد جاكم عيشوا هناك وعدكم شافوا خيركم. يعني شنو البلاء اللي نزل على العراق؟ اليوم يعني انا جاي اتابع عامل من النجف. نعم. وجاي اتابع يعني حتى اكو نواب من النجف ما شاء الله يطبلون للقانون الامن الغذائي. ومثل شيء على الخريجين او على المحاضرين او على مواطن محتاج او مواطن رايد له راتب رعايه يقول لك ها خل تصير الموازنه. يا اخي انت ليش اوكي دخل لي هاي الخريجين دخلهم بالموازنه بالقانون الامن الغذائي مو من حقهم؟ اليوم مثل ما تريد تجيب له تمه شكر ودهن وتجيب للفلاح دعم وتضحك عليهم و28 تريليون يرحم للحلوق اللي ما اريد اذكرها دخلها ما يخالف انا موافق تقول نعم انا كشعب موافق تقول بس دخل لي الخريج بالامن الغذائي دخل لي المحاضر بالامن الغذائي انت ليش يعني والله ما قد اباوي عن اللجنه القانونيه بالبرلمان وبرئاسه السيد عنود قاعده تناقش لي قانون التطبيع على اسرائيل شنو الضحك على العقول؟ شنو الضغط على المواطن؟ يعني متى هو العراق متى هو العراق اذا تحدثنا عن دولة العراق من العشرينات ولغاية الآن بغض النظر عن النظام السياسي الذي يعني استلم الحكم، ايش وقت يعني كان هناك موضوع تطبيع مع الكيان الصهيوني؟ وهو امر فقط لاشغال الشارع العراقي. هذا مجرد لاستعطاف الشعب. نعم. هذا مجرد للضحك على الشعب. هذا لا شوف يا عزيزي اليوم القرات الاوسط والجنوب خلينا نسولف بكل وضوح. اليوم القرات الاوسط والجنوب بس تقول له مذهب بعد ما يظل عنده عقل. نعم بس زين. بس تقول له اضرحه مقدسه بعد ما يظل عنده عقل، بس تقول له دين ما يظل عنده عقل. اذا هو التلاعب بعاطفه نعم اذا هو التلاعب بعاطفه الناس. نعم. قبل ما اختم معك حيدر شنو نفسر اليوم إن كان ضابط ولا منتسب القوات الأمنية يضرب خريج أو يضرب امرأة عراقية ويقول لك والله هذه أوامر شلون نفسرها؟ نعم أنا حتى إذا أحكيت إذا تكلمت شو راح يقولون؟ راح يقولون جاوز على القوات الأمنية. نعم. بس قبل ما أتكلم أريد أشوف القوات الأمنية اللي هي واجبها حماية البلد والمواطن في حق لها تتجاوز على مواطن يطالب بحقوقه طبعا انت حق لها. التظاهر كمال الدستور. واليوم من يطلع يحتج على حقه الدستور قبله. اذا اجى رجل الامن وضربه يعني هذا رجل الامن هو يعمل بالدستور هو اخترق الدستور لذلك اصبح مخرب مو رجل امن. هاي حتى المشاهد او المستمع نسمع هاي المقدمه حتى النوب من الاثنين كتب لي. نعم. كل شخص يضرب له سواء كان مواطن او مواطنه محتج على حقه فهذا يعني ما بدي اقولها بس عذرا هذا مو ابن حلال. هاي وحده. اثنين هذا ما ابغى تغييره. أنا أشكرك حيدر من النجف وأعتذر معك لأن الوقت ضيق وعندنا اتصالات وعندنا الكثير من الملفات. نبقى أعزائي المشاهدين في محافظة ذي قار ومن تظاهرات الخريجين إلى تظاهرات الكسبة من أبناء الناصرية حيث نظم المئات منهم مسيرة حاشدة خرج يعني انتهت إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وطالبوا بتوفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها البلاد وتراجع المستوى الاقتصادي فيها. دعونا نتابع هذه الصور لتظاهرات العاملين والكسبة في الناصرية بمحافظة
ذي قارة، فلنتابع. من تفاعل الجمهور العراقي حول هذه التظاهرات، تفاعل الكثير من جمهور السوشيال ميديا، ومنهم من قال كعباس أبو حسن قال موفقين إن شاء الله الأبطال، بس اليوم ماكو عدد مع الأسف، الريد الكل يطلع. مهند الناصر قال عافية يا أبطال، يقول بأنه خريج ومتضامن مع أخوتي الكسبة، يقول ربي ينصركم إن شاء الله. حيدر الحسناوي قال تنظيم راقي وبسلمية، نتمنى لكم الموفقية شباب. أبو نصير قال والله حرامات بلد غني مثل العراق يوجد فيه فقراء وبطالة لحملة الشهادات، حسبي الله ونعم الوكيل على الأحزاب الفاسدة والعملية السياسية الملغومة بالمؤامرات ضد هذا البلد. معنا اتصال أبو حسين من البصرة، تفضل أبو حسين. حسين من البصرة، تفضل أخي حسين. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أحنا نشكر قناة الرافدين الحماية صوت الوطن العراقي، توصل الصوت المواطن العراقي. أهلا بك. إحنا نطالب الحكومة العراقية توفير خدمات للمواطن العراقي، ماكو خدمات المواطن البصراوي، لا كهرباء لا ماي. نعم. أين الحكومة؟ أين الأموال تذهب؟ خيرات الوطن تذهب وين؟ نعم. نعم حسين، صوتك واضح، يا ريت تسمعني مباشرة من التلفون، نص التلفزيون للأخير. نعم. نعم. اكو خدمات البصرة. شلون نشوف الخدمات بالبصرة؟ طبعا احنا الملف الثالث اللي جاي عن الخدمات في البصرة، شلون نشوفها انت الخدمات بالبصرة؟ خدمات 5% ماكو خدمات. شنو السبب؟ نعم. ماكو نعم. اموال مخصصة يعني مثلا؟ اموال ماكو، ما تطبق، روح الاموال. لو بسبب الفساد؟ بسبب الفساد الحكومة. نعم. أنا أشكرك حسين من البصرة. كان معنا جابر من كربلاء، تفضل جابر. السلام عليكم. وعليكم خير. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. خوي هذه عصابات نصب لقهر العراق ولتدمير العراق، هذه الله وكيله، هي لا تختلف عن الميليشيات وعن الأحزاب اللي جت من إيران، هذه عصابات وعلى رأس إسرائيل السلام، نعم اللي يقودها واللي تابعها إلى مقتل الصدر. نعم زين. نعم جابر، احنا تحدثنا نعم. بالملف الأول حول استمرار الاعتداء على الخريجين المتظاهرين اللي يطالبون بحقهم بوظيفة بعمل، ليش يتم الاعتداء عليهم بشكل متواصل وضربهم واعتقالهم؟ يعني هم ما مسوين شيء، الناس طالعين بالتظاهرات السلمية يطالبون بوظائف، شنو اللي ضارين بي الحكومة؟ خويا هذه الحكومات الطائفية العنصرية ما جت اللي تخدم المواطن العراقي، جالب تزره وتدمره من كل شيء، يعني ما يتوقع شيء لو كان بسيطا للغاية أن تفيد به، لكن تدمره كلها هذه الزيون المؤذة للمحتل الله وكيله، كل هذه اليوم اللي تراها في وزارة أعاني يتقود هذا الجيش الطائفي العنصري اللي يساوي، لكنه لا
بشيء ولا للوطنية. أن تعظوا لهذا الجيش ولكنه جيش الله وكذا وثني طائفي عنصري جابر. يعني التعميم العظيم. يعني التعميم صراحة أنا التعميم غير مقبول. أنا أشكرك جابر من كربلاء، وبالأخير دائما إحنا يعني نذكر مشاهدينا بأنه المتصل هو يتحمل رأيه وتعبيره في هذا البرنامج. نذهب إلى واقع البلاد الخدمي. قديما كان قضاء أبي الخصيب يلقب بفينيسيا البصرة والعراق بسبب أنهاره التي تشق بساتين النخيل والتي تضفي جمالية لمدينة البصرة، لكن هذه الأنهار تحولت مع الأسف لمكبات نفايات بسبب الإهمال الحكومي وفشل بلدية البصرة بالحفاظ على هذه الأنهار من التلوث وتكدس النفايات. أحد المواطنين صور هذا المقطع ليتحدث بحسرة لما وصل إليه حال أنهار البصرة. طبعا مثل ما استمعنا قبل قليل مع حسين من البصرة، وقال بأن الواقع الخدمي سيء جدا في البصرة، فلنتابع. الخصيب والبلدية ما لها أي دور في قضاء أبو الخصيب. الله أكبر، يعني يومي احنا الناشد وين البلدية بقضاء أبو الخصيب؟ هذا الإهمال اللي يمت بقضاء أبو الخصيب، هذا نهار حاوية مال زبالة. نريد اليوم احنا الناشد، هاي مناشدتنا الأستاذ حسن النجار قائم مقام قضاء أبو الخصيب ومعاون المحافظ. نقول لك يا أستاذنا العزيز، شوف بعينك دور بلدية ما لها أي دور بقضاء أبو الخصيب. قضاء منكوب، من نطلع ونحكي تروحون تستنقدوننا وتسقطون. عمي شوف بعينك وين الحاويات اللي جاي يقدمونها القضاء أبو الخصيب. هذا الإهمال، هذا منطقة اللباني، شوف بعينك هاي الزباين وهذا النار الخالص كم ينزر. هذا نهر، الله أكبر عليكم، الله أكبر. نبقى مع الواقع الخدمي في العراق، حيث أثارت صور متداولة لتبليط شارع بعرض نصف متر موجة من السخرية والتهكم بين العراقيين. الصور التي جرى التقاطها من قبل مواطن في قرية البزون للشارع الخدمي الرابط بين الطريق السياحي وشارع قضاء المعامل 77 التابع للعاصمة بغداد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع هذه الصور. طبعا اليوم باريك المنطقجون لإكساء شارعها من قبل المحافظة. اليوم هذا الشارع تبلط، بس الغريب بالموضوع تبلط متر، لأن اكو تحديث ب 2023 السيارة يصير عرضها نص متر. فهذا الشارع ما سايدين شوفوه، هذا الشارع الخدمي مال منطقة البزون الرابط بين 77 والسياحي. اكو شخصيات كل ما يصير تبليط تجي تنشر وتصور، وبلطنا واشتغلنا، بس اليوم ماكو مع الأسف لا تصوير لا. معقول هذا الشارع يفشل؟ هذا الشارع شوفوا قدامكم ليش الآليات جاي تشتغل. أتمنى الموضوع يوصل يعني للقائمين على المشروع، للأمانة، المحافظة، قائم مقام، وينكم؟ تعالوا صوروا. شو اليوم ماكو؟ ما مصورين، معقول يفشل؟ حقيقة شارع غريب وبالفعل يبعث على السخرية والتهكم والضحك. تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع وحول الواقع الخدمي في العراق بشكل عام، وحول هذا الشارع العجيب الغريب. منهم من قال، أبو أحمد قال ما شاء الله، هذا إنجاز في زمن حكومة الإنجازات. حسين الساعدي قال حبيبي هذا بمرور الوقت يكبر ويصير سايدين، يقول حسين. أما الباشا نوري أبو صباح قال هذه كارثة، المفروض أبناء المنطقة يحجزون الآليات وتخرج لجنة من المحافظة لتقييم عملهم. أبو رقي البصراوي قال أعتقد هذا الفرع عندهم بس بايسكلات، يعني دراجات هوائية، ما عندهم سيارات، لهذا السبب خلوا العرض متر فقط. نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم ملفات اليوم، ونذهب إلى ملف تناقضات الإعلامي اللبناني قرداحي. يتحدث العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي
حول جلب الفنانين والإعلاميين والمغنين العرب إلى العراق هو من أجل تحسين صورة الأحزاب الحاكمة وللتغطية على فشلهم وفسادهم وما وصل إليه البلد من حال مزري، ومنهم من قال بأن الأحزاب في العراق أصبحت مصدر شؤم لأنفسهم وللعراقيين، حتى حين استقدموا وزير الإعلام اللبناني السابق الإعلامي جورج قرداحي ودفعوا له الملايين من أجل الترويج لنظامهم البائس بحسب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي ومنجزاتهم غير الموجودة أصلاً. وصف جورج قرداحي في مقابلة له قبل أيام حال شوارع بغداد الذي شاهدنا قسماً منها قبل قليل في ظل حكومات متعاقبة، قال بأنه بالمقارنة مع شوارع العاصمة في الثمانينات كانت الشوارع أفضل بكثير من الآن من هذه الفترة. دعونا نتابع ما قاله جورج قرداحي. أستاذ جورج، طبعا أول شيء مرحبا ببغداد ومرحبا ببلدك الثاني بالعراق. كيف شفت شوارع بغداد؟ كيف شفت شوارع العراق بعد غياب 30 سنة من الثمانينات؟ يعني لا، في تغير كثير. قبل كانت أفضل بكثير. نعم. منيح هيك، بدك صراحة أكثر من هيك. لكن قرداحي سرعان ما تخلى عن تصريحه هذا الذي شاهدناه الآن وعن وصف شوارع بغداد، ولن ينفع بعد ذلك التراجع أو التوضيح من قبل العراقيون يعني على منصات التواصل الاجتماعي. قالوا بأنه تعرض لما يعرف بجرة إذن من قبل الإطار التنسيقي ومن قبل الأحزاب الحاكمة ليغير وزير الإعلام اللبناني السابق كلامه 180 درجة، ليشاهد تحول تصريح جورج قرداحي حول شوارع بغداد. قاعدين بيجي واحد حامل تليفونه وبيعمل لي هيك وبيسألني، بيقول لي أنت كنت تزور العراق في الثمانينات، شو رأيك بشوارع العراق؟ شوارع العراق مقارنة بالثمانينات. بطلعت فيه أنا هيك جاري من الباب للطاقة، طيب ما في عندك سؤال إلا عن الشوارع؟ سألني شيء تاني، سألني عن الشوارع. طلعت فيه قلت له والله في فرق كبير. بدك تعرف شو كانت أحلى الشوارع قبل؟ عم بحكيها مزح، عملوا قصة منها. لا بس ما تورطت أنا شو عم بحكي بعد شو أنا. صاروا يفسروها إنه والله كأنه حنين إلى النظام السابق، مدري إيش شو هالحكي. عندما تقدم الخدمات في بلد فهذا أقل واجب من قبل أي حكومة بغض النظر عن النظام السياسي أو الأيديولوجية التي تحكم هذا النظام، فالخدمات هي حق مشروع وحق واجب على أي حكومة تتولى السلطة في أي بلد كان. طبعا العراقيون تفاعلوا مع هذا التصريح، تصريح الأول، ومع التصريح المضاد للإعلامي اللبناني جورج قرداحي، ومنهم من قال بأن هذه تناقضات وضغوطات مورست على الإعلامي جورج قرداحي. مخلص عبد المجيد علق وقال: كل يوم يورطك لسانك، يوم تكلمت عن دول الخليج وخسرت الوزارة، والآن تكلمت الحقيقة عن شوارع بغداد وأحرجت الذين أتوا بك، فلا تبرر كلمة الحق سبقت وراحت عليك المالات، يعني الأموال التي أتيت من أجلها. دكتور أحمد الباغوز يقول: كلاما صحيحا ثم يكذب نفسه ويكذب الواقع، يقول إنسان متناقض. محمد فخري قال: قلتها مزح أم قلتها جد؟ فعلا كانت بغداد والعراق بأكمله أجمل وأنظف وأنزه وأثقف، كان العراق يضرب فيه المثل، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب. سارة قالت: ما حكيت إلا الصح، يعني فعلا كانت أحسن بغض النظر عن منو كان حاكم، احنا نحكي عن بنى تحتية اللي المفروض بمرور الوقت تتطور مو تتراجع وتصير أتعس. هذا الشيء بس بالعراق يصير واقع مزري. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد
12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن للمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال من العاصمة بغداد. تفضل زيد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحدثنا عن أربع ملفات اليوم في العراق. الملف الأول كان عن اعتداء القوات الأمنية المستمر على الخريجين المتظاهرين المطالبين بالحقوق، تكلمنا عن الخدمات في العراق، وكذلك في الملف الأخير عن تناقضات تصريحات وزير الإعلام اللبناني الإعلامي جورج قرداحي. تفضل، ما تريد أن تتحدث به؟ أخي العزيز جورج قرداحي، قال يعني هو من فترة قال قبل شوارع بغداد أحلى. بالعكس، الشوارع هي يعني نظام واحد، ما متبدل منه أي شيء، حتى الجسور معدودة على عدد الأصابع. يعني إحنا هسه أنا اليوم كنت بشارع عمر بن عبد العزيز، زحامات بكثرة، ليه السيارات صارن أكثر من الشوارع. نعم. يعني هو أحد الصحفيين سأله قال له شنو رأيك بشوارع بغداد؟ قال له قبل أحسن. قال له قبل. وبعدين. قبل صحيح. قال له قبل أحسن. وبعدين غير. قال لا أنا دا أشاق دا أمزح. يعني اليوم أنت مثلاً إذا نشوف صور أرشيفية على سبيل المثال في العهد الملكي، في العهد الملكي في العراق، يعني مثلاً تشاهد مثلاً هناك شوارع في العاصمة بغداد كانت جميلة. أنت عندما تنظر إلى هذه الصور أو أنت عشت في هذا الواقع، ليس بالضرورة أنه أنت تمدح نظام سياسي، ولكن هذه يعني أبسط، وهي خدمة يجب أن توفرها أي حكومة، أي نظام سياسي يجب أن يوفرها للبلد. لماذا تناقض؟ لماذا تراجع عن هذه التصريحات؟ يعني العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي قال بأنهم تم الضغط عليه من قبل الأحزاب التي استدعته للعراق من أجل تجميل صورة النظام في العراق. ما رأيك؟ والله صحيح. أتعني بنيس ويأكد ناحية الوحدة قبل ما كان تجميع شوارع وأزقة، يعني واحد صراحة ما على ستار يشوفوا جهاز الجنرالي مع صراواتي العطية وباقي النواب، يعني سوى عمل إضافة إلى بغداد. بغداد يعني الحمد لله شكرا الحمد تمام الزيارات المبدل، يعني الجسور والطرق شيء طبيعي يعني. نعم، شكرا لك زيد من بغداد كان معنا. قال البنك الدولي بأن رأس المال البشري في العراق يمثل أقل من 15% من إجمالي الثروة، وهو أدنى المعدلات في المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أعلن البنك عن مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الابتكارات في التعليم في 3 محافظات عراقية متأخرة كما وصفها، وأشار إلى أن سنوات الصراع وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب والتي تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات. بيّن بأن أكثر من 90% من الطلاب يعجزون عن فهم ما يقرؤونه. دعونا نتعرف على واقع العملية التعليمية في العراق في سياق تقرير أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، بعد أن دق البنك الدولي ناقوس الخطر بسبب هذه البيانات المقلقة. دعونا نتابع. تكشف حجم انهيار التعليم في العراق، وأكثر من 90% من الطلاب يعجزون عن فهم ما يقومون بقراءته في بلد صدرت حضارته العلوم للعالم، وكان نظامه التعليمي من أفضل الأنظمة في المنطقة بعد أن بلغت نسبة الأمية فيه صفراً وفقاً لليونسكو في 70s القرن الماضي.
منذ العام 2003، والعراق يشهد انهيارا في كل شيء، ولم تسعفه المبادرات الدولية في التقدم، وظل التراجع سمته الأبرز منذ نحو عقدين من الزمن، بعد أن بدد الفساد أموال تلك المبادرات، وبعد أن طال الدمار البنية الأساسية للمجتمع من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وميليشياتها المتنفذة، والتي عمدت وبشكل ممنهج على إفشال التعليم، سواء بتهديم لبنته الأساس المتمثلة بالمدارس تحت ذريعة إعادة بنائها، أو ضعف المناهج التعليمية وإقحام الطائفية فيها، فضلا عن عدم تطوير الطواقم التعليمية أو الارتقاء بمستواها. يا وزير التربية، هاي قدامك هذا الصف بالعلي، هذا كلش خارج عن الكمان، نقدر أصلا هاي الكهرباء طبعا هاي الطائفة وضعها خطر جدا. وزير التربية الحالي الغاضب من تقرير البنك الدولي حول تدني مستوى التعليم في العراق لم يخجل من وضع المدارس المتهالكة ومدارس الطين في بلد الميزانيات الانفجارية الذي يدير عمليته التعليمية، إلى جانب الفساد المستشري في أروقة وزارته التي لم تتمكن في أحسن أحوالها من توفير الحماية للتربويين في ظل الاعتداءات المتكررة عليهم، بعد أن سادت لغة العنف وانحسرت لغة العلم في ظل التسرب الكبير للطلاب وارتفاع مؤشرات عمالة الأطفال. خراب يلخصه الواقع المتردي وتفشي الأمية، وينذر بسنوات أكثر سوداوية من تلك التي نعيشها الآن، بعد أن تفشى التخلف وأصبح أرضية مناسبة للميليشيات وتنامي سطوتها القائمة على تجهيل المجتمع. أهلا بكم من جديد ومع فقرة الهاشتاج. تسبب قرار وزارة التربية بإلزام أصحاب معاهد التقوية والتدريس الأهلية بجعل مدرسي المواد فيها من نفس جنس الطلبة، تسبب بردود أفعال واسعة، إذ يرى الطلبة بأن تطبيقه جاء في وقت حرج للغاية، كونه قبيل امتحاناتهم الوزارية التي لم يتبقى عليها سوى أسابيع. وأكدت وزارة التربية تمسكها بذلك، بينما أشارت إلى أنه جاء لتنظيم عملية التدريس بهذه المعاهد ولا يتعارض مع العملية التربوية، وستخضع المعاهد للرقابة من أجل محاسبة من يخالف تطبيقها. وقال لفيف من طلبة السادس الإعدادي من فروع العلم والأدب بأن القرار غير صائب، كون أغلبهم منخرطين بمعاهد التدريس الخصوصي الأهلية المجازة، ويمثل عثرة أمام إكمال منهج الامتحان الوزاري الذي سيبدأ في 3 تموز المقبل. مناشدين الوزارة بالتريث في تنفيذ القرار للعام الحالي وإدخاله حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل. طبعا تفاعل آلاف الطلاب العراقيون على وسم إلغاء قرار وزارة التربية، والذي تصدر ترند تويتر في الأيام الماضية تعبيرا عن اعتراضهم على القرار. زهراء غررت وقالت: إلغاء قرار وزارة التربية، تقول أنتم متخيلين هالقرار شقد بيظلم للبنات؟ كنا نعرف المدرسين أحسن من المدرسات كما تقول، وإحنا مقبلين على سادس وسجلنا، وهاي فترة امتحانات يجينا هيج خبر يحطمنا زين. أوكي، إلغوا الاختلاط بالمعاهد، مو تمنعونا ندرس على المدرسين اللي نفهم عليهم، أرجو من الوزارة تعيد النظر. ملك قالت: حرفيا عفتوا المشاكل، مشاكل مدارسنا الفاشلة، ولزقتوا بهالقرار وبهالمسائل، بيكم خير حلوا مشاكل الرحلات الخايسة، تقصد المقاعد الدراسية اللي ما ينقعد عليها، ومشاكل الكتب الممزقة، وعفتوا مشاكل قلة الكتب، وكل سنة احنا نشتري من دخلنا الخاص. تمارا غررت وقالت: هذا مو قرار أبدا، يعني أنا كطالبة بمنطقتنا ماكو مدرسات، والمدرسة تدريسهم مو زين أصلا، وما نفهم عليهم،
وعليهن ومعتمدين طوال هالسنين على مدرسين معروفين وشرحهم زين وده نفتهم عليهم أكثر زين شلون بهالحالة على من نعتمد مثلا. وإذا تقولون اليوتيوب ما نفهم عليه إلى متى هذا الحال. همسة قالت لو المدارس الحكومية زينة والمدرسات زينات ما كان أحد سجل عند أستاذ، من حق الطالب يختار الأستاذ اللي يدرس عليه فصل الولد عن البنات، فصل الشباب عن البنات، بس لا تلعبون بمستقبلنا، إلغاء قرار وزارة التربية. نعم معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. أبو عمر أهلا وسهلا بك، هل تسمعني؟ يا هلا بك، حياك الله، يا هلا بك، تفضل. حياك الله استاذ العفو على الموضوع مال جورج قرداحي. نعم نعم الو اسمعك ابو عمر. استاذ العفو بس على موضوع الخريجين تتكلم على جورج قرداحي، عن تصريح الاعلام اللبناني جورج قرداحي الذي قال في البدايه بان شوارع بغداد قبل كانت افضل وبعدين تراجع عن هذا التصريح. استاذ عمر بالنسبه يعني شوارع بغداد وكل العراقيين ويعني كل العالم من الخليج وام كافه الدول العربيه يعرفون العراق استاذ، هذه واقع حال انه العراق كان من اجمل البلدان العربيه في المنطقه في الشرق الاوسط، يعني بالسبعينات نقرا الله يرحمه الشيخ زايد اتمنى قال يعني من دار العراق قال اتمنى دبي او مثل العراق تكون يعني بشوارعها زين. شلون نفهم شلون نفهم هذا التناقض بالتصريح؟ مره قال قبل افضل وبعدين تراجع قال لا ده الشاقه، شلون نفهم؟ استاذ هذا واقع، هذا احنا ما نعتمد على شخص يعني يصرح كلامه وبعدين يتراجع عنه، فهذا شخص ما نقدر نقول يمثل وجهية العام يعني كافة محافظاتنا وكافة الدول اللي تعرف العراق شنو، يعني كل الناس الدول اللي كانوا يجون من العراق في البصرة وباقي محافظاته يعني كان دول الغرب كانوا يجون يصيفون عندنا يشوفون يعني السفرات اللي كانت تجي من الدول الغربية يعني. شكرا شكرا لك أبو عمر وعذرا على المقاطعة لانتهاء وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.